أكيد مساحتنا راح تكون مع علم البوزوقة للعام الثامن على التوالي. احتضنت دار الأسد للثقافة والفنون مهرجان آلة البوزوق بدورته الثامنة التي أهديت إلى روح عازف البوزوق الشاب ياد عثمان صاحب مشروع شماليات المخصص لهذه الآلة التراثية والذي رحل مؤخرا. أكيد، ومبارح كان في حفل لهالفنانين اللي إجوا من القامشلي، وهنا ضيوفنا اليوم باستديو الصباحي عازف البزق رضوان سليمان ومحمد الشريف علي عازف البزق أيضا. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير لمشاهدي الأخبارية. صباح الخير لكم. يسعد صباحكم. بداية خلينا نبدأ من الأمسية اللي كانت مبارح، خبرونا كيف كانت الأجواء. كانت أجواء جميلة و موفقة إن شاء الله. نعم، كانت جميلة. نحن نشكر وزارة الثقافة على دعوتهم الكريمة لنا، ونشكر الأستاذ أدريس مراد الذي بذل الكثير من الجهود في إنجاح هذا الملتقى. أكيد. أستاذ محمد، كيف كان تفاعل الجمهور امبارح؟ صراحة تفاعل ممتاز جدا، كان يعني في يعني مشاركة كويسة يعني جميلة. فعلا كان في تمييز يعني في بعض العازفين في عزفهم يعني عزف رائع يعني، ومثل ما قال الأستاذ نشكر جهود الأستاذ إدريس مراد. أكيد. أستاذ رضوان، يمكن هي للعام الثامن يلي أقيم هذا المهرجان، شو الجديد اللي كان وبعدين حابين نسمع شيء منك؟ طبعا الملتقيات بشكل عام يعني ضرورية لمجتمعنا، لمجتمعنا السوري المعروف بنسيجها الجميل. الملتقيات هي عبارة عن تبادل ثقافات الشعوب والمناطق، المناطق المتواجدة في سوريا. نحن الشعب السوري معروف بنسيجها الجميل، من قامشلي للادقية للشام للحلب. نحن كل الشعب أكيد. شعب متآلف ومحبوب ومسالم، ونحب الأمان والسلام. أكيد. فهذه الملتقيات ترسخ هذه الفكرة، ترسخ هذه الفكرة، فكرة تبادل الثقافات بين الشعوب المتواجدة في المنطقة. خلينا نبدأ نسمع شيء. ما يا ريت تجيب لنا مايك. تفضل. تفضل. شكرا لك. كفاح
الله يعيشوا هالأنامل. أكيد يعني مثل ما بنعرف دائما بيقولوا آلة محمد آلة البوزوق يمكن هي آلة من الآلات الوترية، بيقولوا اللي معه بيعزف على آلة البوزوق كأنه عم يعزف مع فرقة موسيقية لحالها. خلينا نحكي شوي عن خصوصية هي الآلة اليوم وكيف اليوم أنتم عم تفعلوا وجودها. آلة البوزوق معروفة يعني بنعومة صوتها، آلة البوزوق يعني مختلفة، فيها حنان صوتها فيها حنية يعني تشبه العود شوي يمكن. لا مختلفة؟ لا لا مختلفة. يعني حتى صوتها أرق يمكن. فيكي تقولي يعني شبيهة للقانون في بالآلات يعني القانون وال باعتبار هدول وتريات يعني تمتاز يعني بنعومة صوتها. تتألف من زند يعني حوالي شيء 50 سنتي وطباسة يعني مختلفة عن الطنبور والبغلمة. طبعا الناس بتخربط بتفكر بتقول هي طنبور. طبعا هاي البزق هذا البزق هذا هذا البزق هذا طنبور هاي طنبور. لكن بدنا نسمع شيء على البزق. بيقولوا عنه ساز يعني باللغة عنا ساز. هذا بزق وفي كمان بغلمة بتجي يعني الزن تبعها قصير يعني شوي. كل وحدة شكل. كل آلة لها مميزة يعني عزف يعني شكل. طب نحن سمعنا يعني سمعنا هلا طنبور بدنا نسمع البزق. ايد كرمي بس خلينا نقرب المايك شوي تمام نرجعه شوي حتى نقدر نسمع الصوت تمام. سلم ايديك يعني عندنا مفتوحه قطعه موسيقيه فتاة تراثيه من التراث اللي عندنا يعني بالجزيره. نعم الدبكات الشعبيه الدبكات الشعبيه يعني حسينا هيك الايقاع تبع المشاهدين. شو تحضيراتكم هلا الجديده؟ تحضيراتنا امس والله كان الحضور عندنا يعني انتهينا نحن عزفنا الامسيه اللي كانت امبارح. في لسه بعض الزملاء لسه في اليوم وبكره
ان شاء الله بتوفقوا. يعني لكل المشاهدين اللي حابين يحضروا المهرجان هو مستمر ليوم غد. ليوم الخميس. ليوم الخميس. ليوم الخميس نعم. اكيد ما بنعرف يمكن زينب بنلحق نسمع شيء ولا طيب. فينا نسمع هيك موسيقى الختام بين الطنبور ممدوزنين على بعض ممدوزنين على بعض. طيب لكن فينا كمان نحن قبل ما نختم نترككم تنسقوا مع بعض حدا يعزف تمام. اكيد خلصت حلقتنا لليوم نارمين وبنتمنى تكون حلقتنا يعني نالت اعجاب جميع المشاهدين وراح طبعا مثل ما بدينا بفقرات منوعه وممتعه راح تكون مسك الختام مع الموسيقى وآلة البزق التراثيه السوريه مع عازفين سوريين جايين من القامشلي وعم يحيوا هذا التراث اليوم بصباحنا غير. نهاركم سعيد ونهارك سعيد نارمين. ونهارك سعيد زينب. اكيد قبل ما نختم بدنا نشكر العازف البزق رضوان سليمان ومحمد شريف لقب الفني رضوان كنعو. اهلا وسهلا فيك. اكيد مثل ما قلت لك زينب بدي اتمنى لك باقي نهار سعيد ولكل مشاهدي الاخباريه السوريه. يا رب هيك اليوم الحلقه تكون حملت لكم المتعه والفائده. ما راح اطول عليكم كثير. لاقونا بكره بتمام 9 صباحا والساعه 1 بالاعاده انا وزينب ورح نترككم اكيد تسمعوا موسيقى.